المشكلة إنه إحنا ظروف البلد صعبة، ما في شغل بلبنان، ما في مستقبل، والمرأة مضطرة إنها تكون كل نهار البيت، فبحس حالي فعلاً بسجن. من أنا شايفة إنه هالستات اللي عنا بدهن يشتغلوا أكتر من 3 أيام. شو اللي ممكن إحنا نعمله لنحسن؟ كانوا عم بيقولوا يا ريت نعمل شيء له علاقة بالطبيخ. فصاروا يقولوا لي إنه كتير مميز، كتير هيك إنه أنت كل شيء طيب عندي. Amazing women have started their own catering company in Burl El Barajneh refugee camp in Lebanon. We're launching this Kickstarter campaign to buy a food truck. بالإضافة إنه إذا عملنا الفود تراك وقتها كمان بتشغلي ناس أكثر فيه يفوت على A project such as Miriam's improve our local community. بتحسي بحالك أكثر، بتحسي بقيمتك أكثر، إنك أنت عم تعطي أكثر. أول ما ولا مرة أنا طالعة سواقة، متخيلة بهالوقت أنا بدي أتعلم السواقة. بدل تجربة هي بتعطي للواحد أمل لقدام. إحنا قدمنا كل ورقنا للنافع محل ما بتتسجل التراك، بس لازم يمضيها وزير الداخلية. There are a lot of obstacles, regulations and laws regarding these people. It's unjust for them. هناك تشديد على إعطاء رخص العمل لغير اللبنانيين. بس هلا ناطرين الوزير لأنه مسافر عم بيقولوا لنا. اختر لك إياه من عندي، بده يكون عندك معك رخصة تقديراتك إياه. جبت لك أنا كل الأوراق اللي بضل الواحد قلقان. هول الستات متكلين على هالشيء. كل فلاجئ بحالة حلم، دائما بيحلموا بالحياة الأفضل. People like Mariam, they were not born to give up. For them, there is no plan B. Plan B is repeat plan A until it works out. حس إنه إحنا عم نعطي صرنا طاقة إيجابية لحدا تاني غيرنا. بالنسبة بتقدر تجرب كل شيء، بتقدر تشتغل بأي شيء، وهلأ بالعصر اللي نحن فيه كل شيء عم تشتغل المرأة. She's giving these people hopes. الإنسان لازم يكون شوي جريء وشجاع إنه يجرب. نأمل أن تكون الحياة أفضل بالمستقبل. الإنسان يكون إنسان.